نروح للدكتور وليد دعبس مره اخرى. دكتور وليد تحياتي لحضرتك، وانا لله وانا اليه راجعون. بقاء لله في طبعا في احمد رفعت. متشكرين كابتن محمد، شكرا لك. اكيد هناك مشاعر طبعا يعني صعب الوصف ان احنا نقولها، لكن اكيد لو حضرتك حابب تعبر عن يعني او يعني زي ما بنقول كده نقول كلمه ارثاء في احمد رفعت. والله انا عايز اقول لك، بس انا بقدم التعازي بس الاول لاسرته اكيد ووالدته واخواته واخواته في الفريق وناديه واحبائه وجماهير مصر. يعني حد على خلق قوي يا كابتن طبعا محمد، معلوم. يعني لا لاعب على خلق مش غلط، ما تسمعلوش كلمة غلط. كان عايز يعمل حاجة في الفترة الأخيرة بعد رجوعه كده، يعني قبل ماتش الاتحاد، وكان واعد إنه هيعمل بقى حاجة ويتطور ويبقى حاجة يعني تليق باسمه، لأن هو يمكن تعثر كذا مرة كده، ولكن هو يعني كان يستاهل أكتر من كده بكتير لموهبته والأدب، طبعا يعني شخصية كان جميلة، وكان بار جدا بوالديه، يعني بأهله، بار بأمه وبار بإخواته، والكلام ده خلي بالك بيدي، يعني بيديك شكل شخصيته، يعني صحيح صحيح اللي بالطريقة دي. وربنا يعني حتى خلى كل حاجته الحمد لله كويسة، وانت شفته رجع من الموت صحيح المرة اللي فاتت. وانا الحقيقة يعني لسه كنت بتكلم في القصة دي، بقول ان رجوعه كان اكيد لسبب، يعني كان في سبب عند ربنا، حاجة كان محتاج يخلصها بتاع. وبعدين يعني ربنا يعني يكتب له الجنة ويدخله جنته ويصبر اهله اكيد. ويصبر هو الموت اخواته. طبعا ما فيهوش كلام كتير يا دكتور، لكن في الاخر واحنا بنتكلم على احمد زي ما انت قلت حضرتك، كل يمكن انا عاشرته واتكلمت معاه وحضرتك كنت قريب وزمايله اقرب وكل حقيقه كل لعيبه الكوره انت عارف بيبقوا ليهم علاقات قويه جدا، كلهم بيشيدوا الحقيقه سيرته الحقيقه بعيد عن كره القدم وفنياتها اللي احنا عارفينها، لان هو لاعب احد لاعبي منتخبنا الوطني، سيره يعني الحقيقه قوية جدا وجميلة جدا. فبالتالي يعني حضرتك بتضيف أكيد، لكن كله يعلم مقدار أحمد رفعت أخلاقيا. طيب يعني لو احنا بنتكلم يعني ايه اللي هيقدر يقدمه نادي مودرن فيوجن؟ انا سمعت طبعا يعني ما اعرفش هل هي يعني قرارات رسميه خاصه من نادي مودرن سبورت، ولا بعض السوشيال ميديا بيكتب ايه اللي هيحصل الفتره الجايه، خصوصا يعني انت عارف يا دكتور ان احمد رفعت لعيب كوره، ولعيب الكوره بيبقى ليه تفاصيل كده معينه وعقود، ومجرد لما العقد بينتهي الامور بتبقى خلصانه. يعني اكيد طبعا في امور ممكن تكون مختلفه بتتقدم لاسره احمد رفعت. احنا معتبرين احمد رفعت يعني الله يرحمه كانه موجود، فاهم قصدي ايه؟ يعني كانه موجود وموجود في فريقه ولغايه انتهاء عقده موجود معانا وبيصلوا راتبه، وده مش يعني لا مش كرم مننا ولا حاجه، زي ما قلت قبل كده دي حاجه حقه، ولا بطوليه مننا برضو، ده حقه وحق عيلته وحق يعني تصرف طبيعي جدا بيعمله كل المصريين مع بعض، يعني تصرف ان احنا دايما بنقف مع بعض في الزنقة، ودي مش زنقة عادية، يعني دي موضوع صعب، وشاب صغير وهو الاصلي للأسرة يعني موضوع صعب، ولكن احنا كمودرن سبورت موجودين بإدارتنا، مجلس إدارتنا، بكل المسؤولين فيه، وهتفضل العلاقة دائمة مع أسرته، وأسرته ناس محترمين جدا، يعني عايز أقول لك كمان أخين حاجة محترمة جدا، أكيد والأم سيدة فاضلة، أكيد يعني عايز أقول لك نموذج حلو أوي للأسرة المصرية، يعني فأكيد إحنا هنبقى بالطبيعي هو كان جزء من أسرة مودرن، وهيفضل جزء عيلته جزء من أسرة مودرن برضه. إذا دكتور وليد ما تبقى من عقد أحمد رفعت هيتصرف لأسرة أسرته صحيح؟ ده صحيح تمام. هو ما تبقى بقى من مدة عقده قد إيه؟ هو كان السنة دي اللي احنا فيها، وطبعا حصلت له الإصابة، واحنا يعني مستمرين دائما في يعني مستحقاته بتروح له في مواعيدها في بنكه وكل حاجة، وهنستمر إن شاء الله برضه في العام القادم بنفس الطريقة، شهريا بتروح مستحقاته. تمام.
انا يعني مش قادر يعني اقول لحضرتك ايه ممكن نتكلم على احمد رفعت غير ان حضرتك قلته الحقيقه ان هو سيرته عطره في كل تفاصيلها سواء اخلاقيا او حتى فنيا. انت يمكن قلت لنا حاجه يمكن جديده ان احمد رفعت كان عايز يعمل حاجه يعني مختلفه عن الفتره اللي كان فيها، لانه حقيقه كان موجود في منتخب مصر وكان عايز يعود مره اخرى، وهو لعيب عنده القدرات ان كان يعني الله يرحمه ان هو كان يعود بمنتهى القوه لولا طبعا اللي حصل في ماتش الاتحاد. لكن بنعزيك يا دكتور، بنعزي انفسنا، بنعزي عيلته واسرته وحبايبه وصحابه وكل المصريين حقيقه في رياضي محترم زي ما قال كده دكتور وليد دعبس. دي حقيقة، يعني عيلته باين عليها ان هم طلع يعني اسره كاسره متوسطه زينا زيهم، بيحاولوا ان هم يطلعوا اولادهم في احسن حال. الواحد طلع لعيب كوره باخلاق محترمه، لكن هو يعني ربنا اختاره. بشكر الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت حقيقه وكلامه عن احمد رفعت بعد ان توفاه الله. الحقيقه زي ما بقول لكم كده حاله من الحزن موجوده.